ناصر المنسي لعيب كبير قوي 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 ولسه هيدي للزمالك كتير قوي، وانا بشكره على اللي حصل في الماتش اللي فات وبشكره على الفوز الجميل دوت لانه فرحنا وفرح ملايين الزملكاويه. حب اقول لك يا عالمي انت اول ما نزلت جبت جون بصراحه، جون عالمي ويعني كسبتنا الماتش بصراحه. حب اقول له ان انت لعيب مجتهد وان ربنا معاك وانت قريب لربنا وعشان كده ربنا نصرك، وانا اهلاوي وبقول لك مبروك الكاس، وانت اللي جبت لهم الكاس وجبت للزمالك الكاس وفرحتهم. الف مبروك ليه، وهو لعيب مجتهد وفرويد ممتاز، وان شاء الله الايام الجايه نشوفه اساسي في نادي الزمالك، وهو مسمار الهجوم في الزمالك وفي مصر واحسن تسعه في مصر. يا كابتن ناصر انت بتفحن نفسك بجد في التمرين بجد، خليك على كده واثبت بقى، اثبت بجد وشد شويه. حقق الماتش من اول وجديد تاني ووصلنا لضربات الجزاء، واقول له بالتوفيق ان شاء الله في الاحسن والاحسن باذن الله تعالى. الحمد لله هو صبر وربنا وفقه. انا اهلاوي بس يعني في كام لعيب كده في الزمالك بحب اسلوبهم في اللعب، بحب اسلوب زيزو كمان، بحس اسلوبه اوروبي في اللعب يعني، فربنا يوفقه ويكرمه باذن الله، ودي كبدايه حلوه ليه باذن الله وفتحه خير ليه ان شاء الله. عايز اقول له شكرا كابتن ناصر على اللي انت عملته ومستني منك اكتر وافضل من كده، وتمنى ان شاء الله نفسك كويس، احنا هنكون مبسوطين وفرحانين بيه ودايما في تقدم ان شاء الله. الف شكر ومليون شكر على اللي انت فرحت جمهور الزمالك كله واسعدتنا، وكان عندك اخلاص في الكوره وكان عندك سرعه بديهه، وان انت نزلت مركز في الماتش في الدقائق الحرجه، وده حاجه يعني يقدر يعملها نجم كبير، يعني مش اي لاعب يقدر يعمل الكلام ده كله ويركز والتركيز كله ويجيب الجون في اللحظات دي بعد كل الصيام ده، فاحنا بنقول له متشكرين.